البنغال ما خلوا شيء. بطريق الوفرة اللي رايحين منطقة صباح الأحمد واللي يقولون البلدية تزيل، منطقة كبيرة هناك، شو المنطقة الكبيرة اللي هناك على أساس احتياجات منطقة صباح الأحمد، فكروا والحراس وراحوا كل واحد طق له خيمة وسووا منطقة زون مستودعات جمركية كبيرة ومحلات لبيع المواد الإنشائية اللي ببالك موجود. ممكن بلدية الكويت ما شافتها، ممكن. إلى المهندس أحمد المنفوحي، روح الطريق هناك وشوف ربعك المراقبين الظاهر ما يشوفون مثل المهبولة. عدل، شوف التقرير. السلام عليكم ابو احمد. تكفى ابو احمد، شوف هذا البيوتي مال صباح الاحمد، طريق صباح الاحمد، تكفى طالع البيوتي الجديد اللي عندنا، شيء عجيب. ولا بدبي، دبي ما وصلها المواصيل. تكفى طالع، هذا بطريقك وانت رايح صباح الاحمد، مدينة صباح الاحمد. تفضل شوف طالع البيوتي، شحالات الزينة، من اجمل ما يمكن. منا إلى بلدية الكويت.